وينضم إلي عبر الهاتف السيد خالد الدلفاق، أستاذ الاقتصاد أستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة مصر. أستاذ دلفاق حياك الله. أهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية سيد الدلفاق، عندما يتحدث المسؤولون في الدولة دائما عن الأزمة الاقتصادية يأتون على ذكر الفارق في السعر الرسمي والسوق السوداء، وكأن السوق السوداء جزء من الاقتصاد الليبي. برأيك عندما يكون هناك سعران للصرف، أليس هذا أدل دليل على أن هناك فساد في المنظومة الاقتصادية للدولة؟ طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بدون شك. لما توجد سعرين لسعر الصرف الدولار أو اليورو أي سعر أجنبية، بالتالي هناك في فساد في الدولة. إذا أي شيء في سعرين بالتالي تكون هناك شبهة الفساد ضروري. هذا يدل على أن هناك سوق موازي وسوق سوداء وسوق الظل يوازي ما يحدث في مصرف ليبيا المركزي. للأسف السوق الموازي هو السوق المسيطر الآن في الاقتصاد الليبي، لأن السعر الرسمي في المصرف المركزي لا يعني شيء للمواطن البسيط. طيب لماذا يتم الحديث عن السوق السوداء وكأنه جزء من الاقتصاد الليبي دائما في الأزمة الاقتصادية؟ يعني الكل يتحدث عن أن هناك فارق كبير في سعر الصرف بين السوق السوداء والسوق الرسمية. الأسعار تقوم بالسوق الموازي، بالسعر الموازي، هو مسيطر الآن. هذا شيء مفروض، هذا على أرض الواقع. إحنا ما افترضش شيء من الخيال. تجارنا سلعنا، على فكرة إحنا مجتمعنا مجتمع استهلاكي، 95% ربما من السلع تتداول في السوق الليبي هي من الخارج. اعتمادنا على الخارج هو اللي جعل السوق الموازي مسيطر، وجعل اقتصادنا اقتصاد معتمد على السوق الموازي بالفعل، لأن الاعتمادات لم تأتي بحل، لم تأتي بجديد، والشبهات اللي حدثت في الاعتمادات هي كانت جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. طيب يعني أليس الأجدر بالمسؤولين في الدولة أن يتحدثوا عن مكافحة الفساد بدلا من أن يوسعوا أو يقللوا الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء؟ طبعا هو أول حل وأحد الحلول هو محاربة الفساد، حتى تقلل الفجوة بين السعر الرسمي في المصرف المركزي دينار و40 والسعر السوق السوداء اللي وصل في يوم من الأيام حتى 9.5 دينار، هو أنك أنت تحارب الفساد. مضاربين أو تجار العملة يعتمدون على هذا الفارق الكبير، بالتالي ما دام في فارق كبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي والسوق السوداء بتكون هناك فساد. كل ما كان الفارق كبير كل ما كان شبهة الفساد أكبر، والمفسدين في الاقتصاد، وهذا اللي أضرار الاقتصادية على المواطن البسيط وعلى إيرادات الدولة، الاحتياطيات من العملة الأجنبية. كل ما كان الفجوة بسيطة، أو للأسف المصرف المركزي لا يريد أن يبذل جهود أو خطوات في هذا الاتجاه ومحاربة السوق الموازي عبر تعديل سعر الصرف. ودائما كل مؤتمرات ورش العمل ندوات تتحدث عن تعديل سعر الصرف. مستحيل، ابدا مستحيل ان نحارب الفساد بهذا الفجوه او بهذا الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي. طيب استاذ خالد، يعني التقرير او تقرير ديوان المحاسبه في 2017 تحدث عن ان الضيق الاقتصادي لم يكن حقيقيا. برايك ما الذي كان يحدث في تلك السنه؟ للأسف الإيرادات تحسنت، إيرادات النفط وإنتاج النفط الليبي، لكن هذا لم ينعكس على المواطن العادي. بالفعل أنا نؤيد كل ما جاء في تقرير مصرف ديوان المحاسبة. الديوان المحاسبة هي الجهة الرقابية الوحيدة المعتمد عليها إحنا كمواطنين أو نثق بمعلوماتها وبياناتها. ديوان المحاسبة وضع يد على الجرح. الدولة الليبية إيراداتنا من النفط زادت إنتاجنا وسعرا، لكن هذا لم ينعكس على المواطن. ما دام في فساد، مهما كان إنتاجنا من النفط، مهما كان سعر البرميل البرنت الخام، لا يمكن ان تتحسن الوضع الاقتصادي في البلد ما دام هناك فئه او شريحه من المفسدين ما زال متغلغله في مفاصل الدوله، سواء في المركزي او في وزارات الاقتصاد او الماليه وغيرها. نعم، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ بكليه الاقتصاد مصراتة خالد الدلفاق.